السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا، قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. النهاردة هنتكلم إن شاء الله عن حاجة مهمة جدا، مفيش مربي ماعز ما بيعانيش منها، ألا وهي البراغيث. عشان تعرف تقضي على البراغيث كويس في القطيع بتاعك لازم تعرف حاجة مهمة. الأول إن مكان البراغيث بتكون متواجدة فين. البراغيث متواجدة إما في الأرض في الأرضية أو على جسم الماعز، فعشان تقضي عليها كويس من مزرعتك لابد تقضي على الاثنين مع بعض، اللي في الأرضية واللي على جسم الماعز. أول حاجة اللي في الأرضية زي ما أنت شايف أنا لسه النهاردة منظف أهو. بعد التنظيف بتلم الأرضية بالكامل، طبعا ده الكلام ده لأصحاب الزرايب المقفولة اللي هي الغنم فيها باستمرار، اما الناس اللي بتطلع ترعى بالنهار وبترجع بالليل مبيت بس يعني ما بيكونش فيه الشغل ده كله، يعني بيبقى حاجة بسيطة، بيبقى تغطيس المعيز كفاية وتنظيف المكان برضك اثناء المبيت. بس البراغيث ما بتكونش متواجدة بكمية البراغيث بتكونش متواجدة طالما المكان للمبيت بس، ما بتكونش متواجدة بكمية كبيرة زي اللي بتبقى متواجد فيه الغنم 24 ساعة. فأول حاجة بتنظف الأرضية كويس، بعد التنظيف بترش جير. الجير ده يعتبر أرخص مطهر للأرض، ده الجير يعتبر أرخص مادة مطهرة للأرضية، ما بيقضيش على البراغيث بالكامل إنما بيقلل منها. بترش بعد ما بتنظف الأرضية كويس، بترش بتعفر الأرضية كلها بالجير. بعد ما بتعفر الأرضية بالجير طبعا خلي بالك الجير بيكون يستحسن وانت بترش الجير يكونش المكان مقفول ويكون فيه طيار هواء ماشي، عشان خاطر العفار بتاعه بيسبب عطس جامد سواء للإنسان أو للغنم برضك. بس العطس مفيد يعني مش مشكلة، مش هيزعلهم، بس ما يكونش العفار زيادة عن اللزوم. يعني بعد ما بتعفر المكان بالكامل بترش الطبقة بتاعتك اللي انت هتفرشها، طبقة الفرشة. أنا عندي هنا بفرش تب أو قش رز، ما بتفرقش حسب المتوفر عندك، ترش الأرضية تبنى أو قش رز. بس قبل ما بترش بقى الأرضية، قبل ما بترش التبن، المفروض قبل ما ترش التبن أو القش رز بتاعك الفرشة، المفروض إن أنت هتبدأ في نفس اليوم برش الماعز. ترش الماعز دواء مطهر مبيد للحشرات. أنا عن نفسي بستخدم الدواء ده أردني، بيجيب نتيجة ممتازة الصراحة. هنوريك قرب لك على النور بس عشان انا بنصور بالليل، عشان ما خلصتش من النظافه غير بالليل، كانت في نظافه من فتره ما نظفتش كان في كميات كبيره. المهم دي الدواء اللي بستخدمه، دلتك 5 اي سي، الماده الفعاله طبعا هنوريها لك اهي. الماده الفعاله بتاعته دلتا مسري، بس انا بقرب لك الكاميرا عشان تظهر معاك المادة الفعالة، دلتا مسرين. تعتبر مادة سامة بالتركيزات عالية، ممكن تموت، حتى بتموت، ممكن تخنق اللي بيرش نفسه. فيستحسن لما ترش يكون المكان جيد التهوية مظبوط وكل لابس قناع، ده لو مفيش غنم في المكان. انما لو في غنم مش هتقدر ترش بالتركيزات العالية لان الغنم نفسها هتتعب. الغنم والجرعات مكتوبة لك اهي. بالنسبة في علاج الماعز والاغنام، بتستخدم في القمل من 1 سنتي على 4 لتر، وفي الجرب 1 سنتي يعتبر على 1.5 لتر. هو كتب لك 1666 سنتي، يعني 1.6 لتر. لتر واكتر نص شوية، يعني ممكن تحط 1.5 سنتي على اللترين، ممكن تحط 1.5 سنتي على اللترين. تستخدم ايه، كأنك بتعالج جرب بالمرة، ما تعالجش طبعا مش قمل، يعني طبعا بتستخدم على الجرعة الاعلى استخدم، بس ما تزودش الجرعة كتير. لو زودتها كحد أقصى 1 سنتي على اللتر، ما تزودش أكتر من كده لأن الدواء ليه ريحة قوية وبتأثر على الجهاز التنفسي شديد جامد، سواء على اللي بيرش إذا ما كانش لابس قناع أو على الغنم إذا كان المكان مقفول، إذا كان المكان مغلق. طبعا بعد بترش، أنا ده طبعا عشان ما في، إحنا عارفين إن الجو دلوقتي ساعة، فهو المفروض تغطيس، بتغطس، بتعمل مغطس مش رش. بس طبعا دلوقتي يفضل انك انت ما تغطسش لان الجو ساقع، هترش رش، هتستخدم الرشاش.
فأنا للأسف أنا خلصت متأخر النهاردة فمش هنقدر نرش دلوقتي، هنرش إن شاء الله الصبح بإذن الله. ولو إن شاء الله ممكن نكمل الفيديو إن شاء الله، يعني ممكن نعمل ملحق للفيديو إن شاء الله وإحنا بنرش المعيز بإذن الله بالنهار. كده تكون انت تخلصت من البراغيث في الارض طبعا. بعد ما تخلص الرش في المعيز، الباقي اللي الباقي المحلول اللي انت عملته هترش بيه الارضيه. الجير مش هيقضي على البراغيث بالكامل، الجير هيقضي لك على جزء منها، هيقضي على فطريات، هيقضي على انواع بكتيريا بتسبب مشاكل في الحافر، في حافر الغنم، وهيقضي لك على شويه من البراغيث لكن مش هيقضي على البراغيث كلها. لازم هترش من المبيد ده، هترش منه في الارضيه برضه بعد ما تخلص رش المعيز، عشان لو اي برغوثة نزلت من المعزة على الارض انت هترش المبيد على الارض، يبقى انت قضيت على البرغوثة اللي في الجسم واللي على الارض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.